الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل بلاش كلام، خلاص خلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل أن أبدأ كلمتي أود أن أقول لحضراتكم كلمة من قلبي. كل ما أحلم به أن هذا المنظر وهذا الإلقاء وهذا النشيد وهذا التوحد وهذا الأسلوب الذي رأيته اليوم من هذا البنش وأنا أقف أمامكم، أتمنى أن يراه العالم كله عشان يشوف المصريون أما بينشدوا سوف نعود. استناني. سوف نعود شاء من شاء ولم يشأ من لم يشأ. سوف نعود مصر التي نحلم بها، التي تنشد هذا النشيد في العالم كله ويستمع العالم كله إليها. أشكركم على هذا الذي رأيته اليوم. صدقوني، نحن كمصريين لا نستحق أقل من ذلك، وسوف نفرض أنفسنا على العالم أجمع، وصدقوني في ذلك، وما رأيته اليوم يؤكد ذلك بالأمانة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. صدق الله العظيم. شعب مصر العظيم، أخواتي المواطنات، إخوتي المواطنين، أقف اليوم أمامكم في ختام حملتي الانتخابية لحظة تاريخية مصيرية من تاريخ مصر، لحظة أؤكد فيها أنني لا أريد عزة ولا أريد مكانة ولا أريد سلطة، وإنما أريد أن نساهم معا في إعادة بناء هذا البلد العظيم، وأن أقود معكم وبكم إلى مستقبل أفضل بإذن الله. بلد مستقر، وطن كبير عظيم نفخر به ونطمئن فيه، بلد آمن باقتصاد يوفر الرزق للجميع. لقد تكلم الكثيرون، وقد حان الوقت لأن تتكلم مصر، وحتى تقول مصر كلمتها. وفي هذه اللحظة أعلن منهجي أمامكم، مؤمنا بقول الله تعالى في سورة الأحقاف: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. صدق الله العظيم. لقد أصدرت المحكمة الدستورية منذ قليل حكما تاريخيا قضى بعدم دستورية قانون العزل والإبعاد. إن
إن رسالة هذا الحكم التاريخي، إن رسالة هذا الحكم التاريخي هي أنه قد انتهى عصر تصفية الحسابات، كما ذهب بلا رجعة أسلوب تفصيل القوانين واستخدام مؤسسات الدولة في تحقيق أغراض فئة بعينها ضد فرد آخر أو فئة أخرى، وسوف يذهب بلا رجعة امتهان قيمة القانون ومصداقيته. لقد أكدت المحكمة الدستورية أحقيتي بخوض الانتخابات الرئاسية، وعززت شرعية تلك الانتخابات، كما رسخت شرعية قرارات اللجنة العليا للانتخابات، وأثبتت بما لا يدع مجالا للشك أن مصر دولة كبيرة تقوم على مؤسسات قانونية وسلطات دستورية، وأنه لا ينبغي لأي سلطة أن تعتقد أنها يمكن أن تنفرد بالقرار أو تحتكر المصائر. انطلاقا من هذا الحكم التاريخي، وبعد كل هذه الحملة الانتخابية الضارية، فإنني أدعو كل الناخبين المصريين إلى أن يتشبثوا بحقهم ويتمسكوا بقرارهم في تحديد مصير بلدهم. إن كل ناخب مطلوب منه أن يكون صوتاً في كلمة مصر التي ننتظرها. إن حكم المحكمة الدستورية اليوم يثبت لكل ناخب أن مناخ الترويع لا يمكن أن يحرز النتيجة، وأن التهديدات لا مكان لها في مناخ الديمقراطية الحر. يقول سبحانه وتعالى في سورة الزمر: أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد. صدق الله العظيم. إنني على ثقة من أن العملية الانتخابية سوف تحظى بأعلى درجات الحماية والتأمين، حماية سوف توفرها القوات المسلحة الباسلة والشرطة المصرية، ذلك هو ما عهدناه من أسلوب الدولة في المرحلة الأولى للانتخابات، وما نتوقعه منها في جولة الإعادة يومي السبت والأحد القادمين. وسوف تكون تلك الانتخابات خاضعة لرقابة محلية ودولية تضمن نزاهتها وتجب أي ادعاء مسبق بالتزوير. وإذا كنت أوجه دعوتي تلك إلى عموم المصريين، فإنني أخص بها فئتين أنشغل كثيرا بما يدور بينهم. أولا الشباب الذي تملأه الأحلام، ثانيا الجيل المظلوم الذي يعاني من توجس وأحباط. بالنسبة للفئة الأولى، شباب قدم لنا الثورة وصنع التاريخ، وكان هو صاحب الجهد العظيم في المشهد الذي نظهر فيه حاليا. أولئك الذين أعدهم بأن يكونوا شركاء في الحكم ومكون أساسي في بنيانه. أتعهد لهم بتوفير فرص عمل حقيقية من خلال مشاريع عملاقة في مختلف أنحاء مصر. أتعهد بتوفير إعانة بطالة لكل شاب حتى يجد فرصة العمل المناسبة. أتعهد بالقضاء على الوساطة في التعيين. أتعهد بأن يكون التعيين بناء على الكفاءة. من حق كل شاب أن يكون قاضيا أو دبلوماسيا أو ضابطا طالما امتلك المؤهلات الكافية والقدرات اللازمة. أتعهد بمشروع وطني عملاق لإسكان الشباب. أتعهد بإقامة مراكز شباب نموذجية
وإنشاء مركز شباب بكل قرية مصرية. أتعهد بضمان حرية التظاهر والتعبير للشباب في الميادين وعلى شبكة الإنترنت وكافة وسائل التعبير الأخرى. أتعهد بضمان تمثيل مشرف للشباب في الحكومة الجديدة وتبني نظام انتخابي يتيح تمثيل أفضل للشباب في البرلمان وتخفيض سن الترشح للمجالس الشعبية والمحلية. الآن أتحدث عن الفئة الثانية. الآن أتحدث عن الفئة الثانية التي أخصها بالذكر في هذا الجزء من الخطاب. الجيل المظلوم الذي يعاني من توجس وإحباط. جيل ما فوق 30 الذي يعتقد أنه فقد فرصته ويظن أنه لا تنشغل به برامج المرشحين. أؤكد لهم أنهم في قلب اهتمامي. لم تفقدوا فرصتكم. لم تفقدوا فرصتكم ولم يمضي بكم قط. يمكن دي اللي احتاج اقولها مرة تانية من عندي انا من غير ما حد يطلبها. اتعهد بمواجهة الفوضى واعادة الاستقرار. بهذا سوف تأمن الأسر على بيوتها. سأحارب قطع الطرق وإيقاف القطارات. سنواجه عصابات السطو المسلح. كل ظواهر 15 شهر الماضية ستواجه مواجهة أمنية قانونية. إن خبرتي كرجل دولة تسبقني. مصر تحتاج إلى قيادة وتحتاج إلى رجولة في القيادة. حين يتحقق الأمن فسوف تعود الاستثمارات تلقائيا ويتحرك الاقتصاد. سوف نؤسس المنطقة الاقتصادية الخاصة في محيط قناة السويس لكي تخدم بالأساس 5 محافظات: شمال وجنوب سيناء والسويس والإسماعيلية وبورسعيد. كلها محافظات عزيزة على كل مصري. سيخدمها هذا المشروع وسوف يعود بالنفع عليها وعلى غيرها. لن نبيع أو نرهن قناة السويس. لن نبيع أو نرهن قناة السويس. وليقولوا ما يشاءون، فالشعب المصري هو صاحب القرار. قناة السويس شأنها شأن الهرم الأكبر وأبي الهول والنيل، فهل نبيعها جميعا؟ لن نتنازل ولن يتنازل مصري واحد عن أي أرض في سيناء لغيرنا. سنحمي الأمن القومي.